بسم الله الرحمن الرحيم حلقه اليوم عن احد الممثلين القلائل الذين ادوا ادوارا متنوعه ولم يتخصص في اداء دور واحد ولم يشتهر باداء شخصيه واحده ولكنه ادى شخصيات متعدده. وبالرغم من ذلك برع في كل هذه الشخصيات وترك اثرا وبصمه في كل الشخصيات التي اداها بل واحبه الجمهور في كل الادوار التي ادها. حلقه اليوم عن الممثل الذي أجاد شخصية المعلم ورجل الأعمال والسياسي وضابط المباحث وضابط المخابرات والرجل الطيب والفلاح والنصاب والشرير بل وتاجر المخدرات. حلقة اليوم عن الشخصية التي أثيرت حولها الكثير من الشائعات ولكن ليس في حياته ولكن بعد وفاته. حلقة اليوم عن صلاح قابيل. قبل البدء في هذا الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ولد صلاح قابيل في 27 يونيو سنة 1931 في قرية نوس الغيط في مركز أجا بمحافظة الدقهلية بمصر، ثم انتقلت عائلته للمعيشة بالقاهرة وهناك أكمل دراسته الثانوية والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ولكنه كان شغوفاً بالتمثيل فالتحق بمعهد الفنون المسرحية وترك كلية الحقوق على أثر ذلك. تخرج من المعهد سنة 1960 وانضم لفرقة مسرح التلفزيون وقدم معها مسرحية شيء في صدري ثم اللص والكلاب ثم ليلة عاصفة جدا بدأ العمل في السينما سنة 1962 من خلال فيلم بين القصرين، ثم فيلم زقاق المدق سنة 1963. وقد شارك في حوالي 72 فيلمًا من أهمها أفلام نحن لا نزرع الشوك سنة 70، وأغنية على الممر سنة 1972، وليلة القبض على فاطمة سنة 1970، والبريء سنة 1986، وغيرها الكثير من الأعمال المهمة والبارزة. أما عن مشاركاته في الدراما التلفزيونية فقد بدأت سنة 1972 في مسلسل القاهرة والناس ثم شارك في العديد من المسلسلات ولعل أبرزها مسلسل زينب والعرش سنة 79 ومسلسل دموع في عيون واقحة سنة 1980 وبكيزة وزغلول سنة 1986 وضمير أبل حكمة سنة 1991 وشارك كذلك في ليالي الحلمية في الجزء الرابع منها سنة 1992 من أكثر الممثلين الذين لهم أفلام في قائمة أفضل 100 فيلم فله خمسة أفلام في القائمة وهي أفلام بين القصرين إنتاج 1964 والجبل إنتاج 65 وأغنية على الممر إنتاج 72 والعصفور إنتاج 74 والبريء إنتاج 1986 كذلك شارك صلاح قابيل في عدد كبير من المسلسلات الإذاعية بلغت حوالي 25 مسلسل إذاعي وشارك كذلك في عدة سهرات تلفزيونية بلغت حوالي 9 سهرات أما عن أعماله على المسرح فقد قدم العديد من المسرحيات بلغت حوالي 14 مسرحيه لعل أبرزها يوم عاصف جدا سنة 84 وزيارة بلا موعد سنة 82 وضحك ولعب ومزيكا سنة 1991 تزوج صلاح قابيل مرة واحدة من جارته في القاهرة بعدما استقرت العائلة فيها وقد تقدم لطلبها للزواج وتزوج بها في سنة 1961 وأنجب منها أربعة أبناء هم أمال ودنيا وصفاء وعمر ابنه الأصغر الذي دخل إلى مجال التمثيل أيضا وكانت زوجة الممثل صلاح قابيل تعمل مدرسة ثم تفرغت لتربية أبنائها. صلاح قابيل من الممثلين القلائل الذين لم تطاردهم الشائعات أثناء حياتهم، فهو ممثل ملتزم جدا وصاحب سلوك طيب ومستقيم. ولكن صلاح قابيل هو الممثل الوحيد الذي طاردته العديد من الشائعات بعد وفاته. فمنها شائعة زواجه من الممثلة وداد حمدي وقد نفى المقربون منه والمقربون منها هذه الشائعة ولم تثبت أصلا وانتشرت بعد وفاته ولم يذكر ذلك أحد حال حياة صلاح قبي أما الشائعة الثانية فهي أنه كان مريض بمرض السكري والحقيقة أنه لم يكن مصابا أصلا بهذا المرض ولكن الذين رددوا هذه الشائعة استخدموها لخدمة الشائعة الثالثة وهي أنه دفن حيا حيث يدعون بأنه أصيب بنوبة غيبوبة سكري تم دفنه على أثرها وهو حي وهو لم يثبت ذلك أصلا حيث أنه أصيب بارتفاع حاد في ضغط الدم مما أدى إلى نزيف في المخ أدى إلى الوفاة وظل في المستشفى لمدة أكثر من 30 ساعة قبل الدفن ولم يكن أصلا مصابا بمرض السكري وتوفي رحمه الله تعالى يوم 3 ديسمبر 1992 عن عمر 61 عاما رحم الله الممثل صاحب القبول والتنوع رحم الله صلاح قبيل برجاء الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته